بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من ميدان دستور أحد يفرع تحفة ميادين السباقات، ميدان المرموم في دانة الدنيا دبي، في المرموم في مناطق الإسهيلي. في هذه اللحظات لحظات يترقبها الكل مع انطلاقة واندفاعة هذه الشعارات. انطلق خامس الأشواط. أتمنى التوفيق لكل الأسماء والشعارات المندفعة. تقدم مباشرة إلى المركز الأول وطالع الصدارة والبويضة على المركز الأول. البادي بالراشد بن سالم النعيمي يتقدم براشد على المركز الأول، ويقدم البويضة على المركز الأول. انطفي على المركز الثاني لأحمد بن راشد بن سيف الغفلي القادم على المركز الثاني. النقلة للمركز الثالث مشغل القادمة عوض بن علي بن عبد الله البلوشي القادم على المركز الثالث. المركز الرابع غزلان حمود بالصغير الوهيبي قادم، والشعر الاهلاوي يقدم حدود. قادم حدود محمد بن يوسف غانم اهلي. ناخذ المركز السادس القدوم من منحاف لعبد الله بن سليمان الرشيدي قادم، والشاهينيه لعبد الله بن سعيد بن سلطان الغفيلي. ياخذ المركز الثامن وصلت جلمود لمحمد بن خميس الكاسبي. وتابع الاسماء القادمه، من القادم؟ قادم المدينه حربي العامري قادم مقدما المدينه. لكن اعود الى الصداره الى ال 400 متر الاخيره جوله الاوامر لغفيلي وكذلك النعيمي والغفيلي الشاهينيه والبويضه. اللحظات الاخيره معركه ثنائيه ما بين البويضه ما بين الشاهينيه لعبد الله بن سعيد بن سلطان الغفيلي. اهالي الابيض اهالي الابيض يتقدمون على المركز الاول مع الشاهينيه. بو سعيد يتقدم على المركز الاول، هو سعيد في اللحظات الاخيره. تهانينا والناموس الى الاشقاء في السلطنه على فوز الشاهينيه. تهانينا والناموس لعبد الله بن سعيد بن سلطان الغفيلي. المركز الثاني البويضه للبادي بن راشد بن سالم النعيم. المركز الثالث جلمود محمد بن خميس الكاسبي. والمركز الرابع من حافة لعبد الله بن سليمان بن ناصر الرشيدي. والمركز الخامس حدود لمحمد بن يوسف غانم اهلي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هو الصراع ما بين البويضة والشاهينية. ولكن الشاهينية في اللحظات الأخيرة طارت بناموس هذا الشوط إلى الأشقاء بالسلطنة إلى ميدان الأبيض. السلام، تسلم يمينك يا أبو سعيد على هذا الضمر. التوقيت دقيقتين 59.4 اجزاء من الثانيه هو توقيت الشاهينيه. تهانينا والناموس لعبد الله بن سعيد بن سلطان الغفيلي. المركز الثاني 3 دقائق بالوفاء والتمام هو توقيت البويضه للبادي بن راشد بن سالم النعيمي. والمركز الثالث نتابع التوقيت لحظات وصول جلمود لمحمد بن خميس بن علي الكاسبي. 3 دقائق ثانيه جزئين من الثاني هو التوقيت. تهانينا والناموس للجميع.